هذه الصداقة حتبطل صداقة بهالحلقة. اليوم حنبين إذا عن جد في روح رياضية. يلا أها تليفوني رن تلرن تلرن واللي ردت يا عيني ليل ورعد وبرد وريح الدنيا برا مجنونة ثلج مكوم ما بيزيح صوتك حلو سجوني ما في وصايد بس يعني ما في وصايد شو هذا ليش ليش عندك انت عرفتي هيدي لعبالي انا عرفتها لا ما فيك عطيني اياك واقف قمر واحد والثاني اغلى من المية لا ما اعطيك نقطة لا ما عرفت مني يا صاحبي ماشي طيب الله يخليك مرحبا انا محمد حنبلي عم بتابعوا سوا منغني بحلقتي لليوم كانت مميزه لان مش انا اللي كنت بالتحدي بل ضيفي هن اللي تحدوا بعض وهن جنى المير وطه اسعد نجوم تيك توك ورح نشوف شو صار معهم بهيدي الحلقه بونجور هلو كيفك تمام شو الاخبار ماشي الحال شو كيف كان الطريق ان شاء الله تمام كله رواق يلا حنبلش بالفقره الاولى بس رح انزل معكم لان الطريق شوي طويل اوكي يا شو الاخبار تمام ماشي الحال كيف التيك توك وكيف الفيديوز وكيف كل شيء حركتنا جنب هلا كده بتصور 20 فيديو ما شاء الله ما شاء الله وانت صار لك زمان مش منزل فيديوز ليه مخفف شوي هلا عم حضر لشيء جديد بس عم تطلع لايفات لايفات كل يوم لايف بالليل اها احكام وبيض وتحديات وهيك وانت شو عم تعملي نفس الشيء هلا عم جيب سارة عم بطلع لايف وعم اصور فيديوز على وكمان رقص وهيك بتحبي الرقص انت وشطوره انا بعلم رقص والله جد جد كم فولوور صاروا عندك صاروا مليونين ونص مليونين ونص وطاها 2.3 اها في العالم بحبوا البنات اكثر ولا الشباب على تيك توك حسب الكونتنت حسب الكونتنت اها قد ايه بتحبي الشيء اللي عم تعمليه لو ما بحبه بحبه كثير كثير بحب اني اصور وخاصه ما انا شخص بحب التمثيل فبيجي بقول عم استعمل هذا الابلكيشن تفشخ اها وانت طاها اكيد هذا الكارير تبعنا وحياتنا كل شيء سوشيال ميديا وتصوير. اما هلا بدي اعرف انا كيف صار الكارير تبعكم؟ هلا بنكمل بعد شوي، اوكي؟ يلا تفضلي ساعدك. تفضلي. تفضل. ما حساعدك اسم الله عليك. منك يا حاجي. بس خلينا نتفق انه الفقرات اللي واقفين فيها رح تكون شوي بعيد عني انت وحكون انا حد جنى ما في هيك انا متر 80 انت قد ايه؟ متر 85 تفضلوا تفضل فخبرونا بداية جنى كيف بلشت بتيك توك؟ كيف يعني اكيد بلشت شوي شوي لصار عندك ال 2.5 مليون مزبوط انا مثل ما قلت قبل انه كان الابلكيشن فشت خلق لموهبه التمثيل انا كنت شوف السين اللي يعجبني وحط الساوند وارجع عيده وهذا الشيء ساعدني لاوصل ل 2.5 وكان عندي هدف انه بدي ركز بس على الكوميديا حتى الشخص اذا بده يفوت لعندي على الاكونت ما يكتئب ما يزعل انه بس كلياته ضحك وفن قد ايه اخذ معك وقت لوصلت لل 2.5 مليون؟ هلا انا من زمان لانه كنت بالمدرسه بعد فكنت ما حد ابلكيشن ارجع نزله عشان ركز على دراستي فلما خلصت المدرسه قبل ما خلصت المدرسه كان في كم فيديو لالي ضربوا بعدين صرت اطلع شوي شوي و يعني مدي مش محدده يعني طه كمان انت كيف بلشت بالتيك توك؟ صراحة انا كنت موجود على انستغرام على فيسبوك كنت كتير عندي تفاعل عالي فشفت انه هالابليكيشن كل العالم عم يستعملها وارقامها عم تكون كتير ايزي انه واحد يقدر يجيب اودينس وعالم
فحبيت هيك بلش كمان مثل ما عم بقول لك جانا بلشت فجاه صرت نزل فيديوز والعالم كثير عم تتفاعل وعم تحب وانا الكونتنت تبعي كثير متنوع يعني ساعه جيم ساعه سياره ساعه دريفت ساعه دوجز عندي كلبين كثير معروفين فالعالم يعني اللي ما بيحب السيارات بيحب الدريفت اللي ما بيحب السيارات بيحب الجيم ما بيحب الجيم بيحب الكلاب هيك صارت والحمد لله يعني بتتذكر اول فيديو نزلته ايه بعدني بتذكره بالجيم أيوة بالجيم وتقريبا على راس السنه يعني هلا اخر هالسنه بيصيروا سنتين على القد كان اخر نهار بالسنه او قبلها او بعدها تقريبا نزلت فيديو بالجيم تريننج ليه برايك اخذ تفاعل هالفيديو لانه انا اذا بدك الكارير تبعي والايمج تبعي هي تريننج من انا وصغير بلشت وفتت كذا كومبيتيشن وطلعت عالميه وربحت فالعالم تعرفني بهذا النوع طاهر اسعد الفتنس اوكي وجانا انت اول فيديو بتتذكري شو هو نعم كنت عم بحكي عن عملت إعادة تمثيل لمشهد من كتير سلبي شو انه جربني بالانجليزي جربني بالانجليزي هذا المشهد وضرب لانه كان البادي لانجوج اللي قالي والفيس اكسبرشن اللي قالي فحبت هذا العالم هذا الكاركتر وضلت مكفل فيه طب هو يعني التيك توك فينا نقول بلش كشيء للتسلية بس هلا صار فينا نقول كمهنة او شيء تقريبا صح طيب نحن سوا منغني حلقتنا هي ضمن سوا منغني وانتو كمان بتغنوا يعني نزلت فيديو عم تغني غنية عم تنتقدي حالك فيها وانت كمان نزلت كذا شغلة عم تغني فيها فكمان الغنى بتحبوا الغنى ولا هيك بس مجرد فيديو ينزل لا انا حدا بحب اسمع اغاني بالعكس عندي غنية لكل مود يعني فيك تقول بس ما عندي يعني الصوت العميق اللي انا اقعد غني يعني والله صراحه انا بشوف صوتك حلو انا اذا هلا مثل ما عم نشوف على الارض صوتك احلى من كثير عالم اها طب منيح هذا شيء منيح بس هلا يمكن هذه الصداقه حتبطل صداقه بهالحلقه لان بتكون حدا يربح وحدا يخسر انا روح رياضيه بنحب نتحدى بعض بتحبوا تتحدوا بعض شو اهم تحدي صار بيناتكم ما صار بعد لهلا ما في تحدي هلا اليوم اول تحدي حيكون بيناتكم جيم اكيد بنحب نفوت اليوم حنبين اذا عن جد في روح رياضيه يلا اها طيب ماشي عاملي شعري دفني طب هذا اول فقره رح بلش انا بغنيه اخر حرف بدك تبلشي انت بس تخلصي اخر حرف بده يقول هو سوء عقاز اوكي وبعدين بتصيروا اثنيناتكم تتباروا لنشوف مين حيضاين اول للاخر اوكي رح بلشكم بهالغنيه فين لياليك عمال بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشاغل بهواك على طول والليل بيطول وانا مش وياك كف كيفك انت ملا انت بس هاد هي انت تا انت بتا ما معك وقت كتير بدك تكون سريعة حرف التاء سعيد تليفوني رن تلرن تلرن واللي ردت يا عيني صوتها احن 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 نون نون تفضل عم بتساعديت نون نون يس ومعك وقت نكتب اسمك يا حبيبي لا بكتب اسمك انت عم تلغي هلا لا انا عم هيك انه عم بمزح ناري 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 من جماله ناري ناري قلبي ايجاراله واو واو انا ولا انت انت انا لا خلاص. انا انتوا عم تتحدوا بعض وين اللي كانوا الروح بلسم لها المجروح اسيوع قلبي كتير دخل الهوى يا بير لا هلا انت بلشتها مش مطرح ما لازم تبلشها من النص بس ما خلص ما بلشت الغنية يلا ماشي ريتاني تندك كملي وتحريقيني بقليلي ومهما عندك وبعرف شو وعني الجمرة ما تشيلي يا 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 حبيبي
سهروني الليل عيونك وانت انت في مين يا غالي وانت امتى تميل انت في مين كيف انت تميل انت امتى تميل نسيوني تميل لام 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 ليل ورعد وبرد وريح الدنيا برا مجنوني ثلج مكوم ما بيزيح صوتك حلو مسجوني مسجوني يا يا ريتك لو تيجي يا امي واسمعك كل صدى همي وزرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتاري انت من دمي يا يا سنيني لكن صحرا عيون ونظرات اول ما تلاقينا عين بعين ياي شو مهضومي كلمات دبتب كلمه كيف لو كانوا اتنين نون كمان نون نامي عالهدى نوم الطفل نامي مثل شي وردي عكتف خيال خيال ولا سيارة صغير الأميرة والهوى حرامي يا أنا ينسرق هالتاج غيرنا غير ما معي كتير وقت جني عيوني تحبك أنت ومجنوني جني بحبك انت ومسنوني يا لا جني ولا لحظة رؤي لا يغلي الدم بعيوني بعروقي بعروقي انا بدي مجنون بحبك مجنون بحبك مجنون يا اللي ناويين على الجراح صعب جدا تجرحوني صعب جدا تجرحوني لا ولا جورج وصوف بكرة تتمنوا السماح وتحلموا بنظرة عيوني تحلموا بنظرة عيوني يا يا مزمان كان الزمان مش يا مزمان كان الزمان شو هي؟ سوري خسرتي كان الزمان وكان خسرتي يا جنى خسرتي خسرتي لكن بأول تحدي ماشي طه اللي ربح برافو طه هلا حنكمل بالتحدي الثاني بس مش هون حنروح على مكان ثاني اوكي يلا نشوف صار الثاني كيف تفضلي ماشي تفضل هلا بدنا نطلع من هون هلا هيدي الفقرة لخبركن شو هي في معنا الجيتاريست عبد حيعزف مقطع صغير بس شو اللي عملناه؟ رح تشتي رح تشتي يا ايوه انا كنت بدي اقول له بس منيح اللي قلتي له انت يعني ما عرفت كيف بدي اقول له اياها يلا ماشي طيب هلا معنا عبد الجيتاريست حيعزف مقطع من غنية وانتم بدكم تحذروها جاهزين لهالفقرة؟ جاهزين ومين حيربح مين حيخسر؟ إذا عربي بس لحظة أنت لاحظتي شغلة إنه أنت دليتي هو ما دلك لا أنا دليتها منك الله يا شيخ غنيتين أنا قلت لك يا غنيتين؟ هو ربحني لا أنت ما ربحتي أصلا أنت خسرت ماشي ماشي طيب حنشوف ساعدناكي وخسرتي كيف لما ساعدناكي؟ إن شاء الله خير حنشوف بهالفقرة إن شاء الله حنبلش بأول غنية يعني هي انت اللي كيها كثير فيك طيب بس بحقول لك اعاده مره اوكي عدلي <عادة.
راس السنة. على راس السنة. هو معنا في دقة. اوكي. كل ما بسمع صوتك بنسى. 3 2 1. عينك كذابين قولي خايف اللي تقولها لي. لا تدار نوال الزغبي. يا ويلي يا ويلي شو قديم. اول بس لا انه لازم تعرفيها كثير معروفه الغنيه. بس انا كمان ما عرفتها لانه ليك بعيده شوي صارت. ذاكرين اللحن بس ما عم بدك مش كلمات. خلص نكست تايم جيب لك نكست تايم جيب لي دي جي نكست تايم جيب لك فرقه كامله. يلا بلش الغنيه الثانيه. دوري ولا دوره؟ لا بعدها هي. اوكي. انا مش نيناتنا. شيء كتير قوي بس ما عم نذكر شو هي. جديدة هذه الغنية. ما هذه كتير جديدة الغنية. يس yes. خلص خلينا وقفوني مشان تركز. هذه نادر الأتات حالة فوضى. أنا ما بعرفها. أنا ما بعرفها. طب شو بدي أعمل هي هو هيك. طيب ماشي. الغنية الثالثة. ما تقولي ما عرفتيها هيدي يعني اكيد لازم. كثير معروفة بس مش لانه على الجيتار. انا عرفتها. شوق وحريم الكلمات. عايشة. عايشة. عم بقول لك ويشوق. عايشة لك احلى سنين. اوكي حاسب بدك تحسبها. ايه اكيد. يلا بنحسب لك اياها. خسرناها تحت. اوكي. كمان ما خسرها هون كمان. طيب هلا هي خسرت غنيتين وعرفت غنية. طب نوال الزغبي. طب نوال الزغبي انه عايشة لك مش نوال الزغبي. هذا لا اليسا. اليسا؟ اه مش نفس الشيء؟ نعتذر نفس الشيء. نعتذر نفس الشيء. نشوى كرم ماي ايدل. هلا بعدين بتغني لنا لنشوى كرم لنشوف يور ايدل. مش هلا بعد شوي. تفضل. سوري كمان اخذت نقطة واحدة. أول غنية لإلك طه. يا بعرفها كثير. شو هاي؟ انا كمان انا عرفتها. عرفت شو اسمها؟ ما معك وقت كثير. لا لا في غش بالموضوع. لا ما في غش. في واسطه. 3 في واسطه. 2 1. ضلت حاسه. ايوه بقول لك بعرفها كثير منيح. اوكي يلا اول واحده ما عرفتها. بتخسرها. الغنيه الثانيه لو سمحت. عرفتها. لحظه شو هي؟ لا بس لهون كرمال ما يعرف الباقي. عشان ما تقول عارفة أجمل حاجة فيكي إيه؟ أحلى حاجة فيكي إيه؟ مظبوط. بتحلي أي شيء عينكي فيكي إيه؟ طب هو أغني أجمل من الأغاني. ما بده. هلا بنعوض لك. كل الدنيا وصايت. العلب. عيده. يلا. ماشي الغنية. جايبين أغاني من نوال الزغبي أول ما بلشت. الله. هلا آخر غنية. عبابي. واقف قمرين واحد بالسما والتاني او طب شبرين بيفهم. ما في وصايد بس يعني. بلا في وصايد. شو علش ليش انت كنت تعرفيها هيدي لعبالي؟ انا عرفتها ولي والله. طب غنيها غنيها بنعطيك نقطة.
لا ما فيك تعطيها. واقف قمرين واحد اسمه والتاني اغلى من اللي على بالي. لا ما اعطيك نقطه لا ما عرفت غنيها صح. ماشي طيب الله يخليك. لا خلص هيدي الفقره الثانيه بيربحها طه ان شاء الله. طيب 500 ليره لهون خلصت فقرتنا وكمان طه ربح. بعد في فقره واحده ممكن تعودي فيها بس لحفظ ماء الوجه. في منبع في منبع. طيب هلا بنشوف. خلينا نروح على الفقره الثالثه. ليتس جو. ما بدي وقف هون. تفضلي تفضل. هلا هون رح نشوف لياقتكم البدنيه وحبكم للرياضه انتم عم بتغنوا. فعندك مشكله جانا بتحب الرياضه؟ شكلك اكرهها. نحن ملوك الرياضه. طيب خلينا نشوف شو حيصير. هلا حتطلعوا على التريدميل. طه بدك تغني ونشوف قد ايه بتقدر تعمل توازن بين الغنى وبين الرياضه. بدي اسرع لك كمان السبيد وكمان انت نفس الشيء. هلا فيك تختاري الغنيه اللي بدك اياها بالانجلش بالهندي اي شيء بدك اياه. اوكي يلا تفضلي تفضل. طيب غنيتك؟ طيب يلا غنيها وانا بدي ازيد لك السرعه لشوف قد ايه بتتحمل. يلا متوقعنا. يما أنا اللي ريدو عقلاتو شغل إيدو عقلاتو شغل إيدو أريدو سبع سباع تهابو تعالب وطبع قد العشرة مو بيا عجناب ويماي الحديدو عجناب ويماي الحديدو حيدورة حيدورة. خلاص تخص الغنية. لا بدك تضلك. إيه لا بدك تكمل. أنا اللي ريدو عقلاتو شغل إيدو عقلاتو شغل ايدو اريدو سبع سباع تهابو تعالب وطبع قد العشرة مو بياع عجناب ويماي الحديدو. وين اللي كان يروح بلسم لها المجروح اسيوع قلبي كتير دخل الهوى يا بير سري انا لدبوح. برافو طه ضيانت. انا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة تاكل مني لا تشبع وتصير وتصير حدودك حمراء بعد هالثلاث من حتصير حدودك حمراء. 3 2 يا غايب ليه ما طيب خلص حوالي تبعتوا اوكي. هلا اكيد في مشاريع كثير عم تحضروا لها. اول شيء بدي اعرف منك جنى شو عم تحضري؟ تمثيل غنى شو في؟ في تمثيل لبعدين ان شاء الله وغنى عم نشتغل على غنيتين جداد. الغنية بتحكي عن انه بنعمل من شيء بسيط شيء كثير فاخر. يعني مثلا في كثير انه بتستبسط امر انه انا ما بقعد على الارض. لا نحن حنعمل من القعده على الارض كانه نحن قاعدين بالمالديف. يعني بنعمل من شيء كثير بسيط سوبر فاخر. وبالعربي ولا بالانجلش؟ بتتضمن اللغه الانجلش واللغه العربيه. في مشاريع تمثيليه؟ ان شاء الله اوكي ان شاء الله. يعني في بس ما بدك تحكي. ماشي. وطه ان شاء الله في كذا كذا بلان كمان ما في شيء واضح بس عم حضر لقصة كثير حلوه ان شاء الله. تمثيل جاك عروض تمثيل؟ في كثير عروض اكيد في. اوكي ثانك يو كثير لكم وثانك يو لانكم جيتوا. وبدي منكم كلمه اخيره للتلفزيون الان لو سمحتوا. بدي اقول للتلفزيون الان ثانك يو كثير على الاستضافه وميرسي على هال الترحيب وعن جد ثانك يو سو ماتش وبتمنى لكم كل الخير. ميرسي كثير لتي في الان كانت حلقه رائعه جدا مع محمد تعرفنا عليه كثير انبسطنا نحن وياه وان شاء الله بنرجع عم نعمل حلقه ثانيه نحن وياكم وثانك يو سو ماتش لكم.